زراعة الزنجبيل في المنزل أو في الحقول من أسهل وأبسط الزراعات، ولكن بتحتاج إلى نفس طويل أو طولة بال، لأن طبعا بتستغرق وقت، وفي النهاية بيكون عندي محصول زنجبيل. لو أنا هزرعه بهدف تجاري فمردوده عالي، أو لو أنا هزرعه بهدف إن أنا أستخدم الزنجبيل يكون مضمون وما يكونش أخد كيماويات أو مترشش، فبالتالي هو حل جيد إن أنا أزرع الزنجبيل في المنزل. وهنا دي علامات نضج محصول الزنجبيل، لما يبدأ عندي المجموع الخضري يجف وينشف وتبدأ الأشتال تموت بنفس الطريقة، فهنا بيكون عندي محصول الزنجبيل جاهز للحصاد. وإن شاء الله بإذن الله نشوف مع حضراتكم فيديو كامل من بداية ما زرعناه لحين ما حصدنا الزنجبيل، موعد الزراعة المناسب وكامل الوقت اللي استغرقه زراعة الزنجبيل عشان نقدر نحصدها.